أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. وحول تراجع وتردي القطاع الزراعي في بلادنا الذي يزداد للأسف كل يوم والذي يأخذ منحنيات كثيرة سياسية أمنية اقتصادية وما إلى ذلك، يسرنا أن نستضيف أهل التخصص مشاهدينا الكرام ونتناقش معهم لنصل الفائدة للمشاهد والمتابع الكريم من برنامج اتجاهات قناة عدن الفضائية. وباسمكم جميعا نرحب بالمهندس الزراعي وليد عبد الملك. مرحبا بك باش مهندس وليد. مرحبا بك جميعا وشكرا على إتاحة هذه الفرصة في قناة عدن الفضائية. أهلا وسهلا بك باش مهندس وليد. لعلك تابعت التقرير وموضوعنا اليوم حول تردي وتراجع القطاع الزراعي في بلادنا، تعليقك على هذا الموضوع. باقي ببدء الزراعة في اليمن قطاع كبير ومهم جدا في الاقتصاد الوطني للجمهورية اليمنية. لو عدنا إلى الوراء إلى التاريخ وننطلق من القرآن الكريم، الله يصف بلاد اليمن ببلدة طيبة ورب غفور. نعم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال. لذلك اليمن بعمقها الاستراتيجي وحضارتها واقتصادها كانت منبعا أو يعني مصدرا أساسيا، وكان أهم قطاع هو القطاع الزراعي يعني على مر التاريخ. نعم. فسمعنا في التقرير الأرقام والتراجعات وبداية والدخل القومي للجمهورية وأهميته وهكذا. يعني لو نرجع للأسباب، يعني إذا أردنا أن نتطرق أيوة. تفضل. يعني حديثا حول التدهور وحول الإسكانية، أعتقد في اتجاهي نحن كمختصين في الزراعة أو على مدى العشر سنوات الأخيرة لم تكن هناك رؤية موحدة أو يعني رؤية واحدة من الحكومة في القطاع الزراعي، ويعني تربط بين المزارع أو المنتج والدولة، يعني كالسياسات التشعيرية كخفض إنتاجات الديزل للمزارعين، هذا يعتبر أهم أسباب تدهور القطاع الزراعي إضافة إلى الحرب التي شكلتها ميليشيا الحوثي وانقضاضها على انقلابها على الشرعية السورية والجمهورية اليمنية في 2014، أهم الأسباب. لذلك تكون منظومة متكاملة ما بين المزارع وما بين الكفاءات والمنتجين وما بين الدولة. صحيح. حتى يكون القطاع الزراعي أكثر نموا وأكثر اضطرادا وازدهارا. نعم. مهندس وليد، لو تحدثنا عن المسؤولية اليوم، من يتحمل مسؤولية تدهور القطاع الزراعي في بلادنا؟ المسؤولية الأولى هي تكون في بادئ ببدء انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة وعدم استقرار، لا يكون هناك استقرار وفي البلاد في ظل الحرب. هذه الحرب هي أهم الأسباب. صحيح. يعني في الحرب وانقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة والجمهورية والوحدة، هذا يعتبر أهم هدف. ولأن الحرب نعم، إذا ما تحدثنا أيضا عن دور الميليشيا الإرهابية في تدهور هذا القطاع اللي هو القطاع الزراعي. أعيد السؤال بالذات، دور الميليشيا الإرهابية والجماعات الإرهابية بشكل عام. الميليشيا الإرهابية أكثر مناطق الزراعة يعني تقع في مناطق الصراع في خط التماس. صحيح. في خط التماس المناطق الزراعية التي سلت اليمن كاملة، سواء كانت في كبوة أو في الجوف أو في مارب أو في هذه كلها في مناطق التماس، هذه الناس كلهم متضررين منها وتعتبر مناطق خصبة، إضافة إلى توفر المياه فيها، إضافة إلى التربة البكر. هذه من يقع هذه الحرب أو الانقلاب الميليشيا الحوثي أثر يعني ما يساهم 100% في تدهور هذه المناطق. ماذا عن المناطق التي التي تقع تحت سيطرة هذه الميليشيا؟ مناطق زراعية كبيرة في إب، في صنعاء، في كثير من المناطق التي تخضع تحت سيطرة الحوثي. الحوثي وميليشياته يحارب الناس في أقواتهم، يحارب الناس في ارتفاع الديزل وانعدامه، يحارب الناس في الكهرباء، يحارب الناس في عدم صرف المرتبات. من أين تأتي؟ من يعني إذا كان حتى المزارع، يعني نحن نسمع ونعرف والكل يشاهد يعني مدى تضرر المزارعين أو مدى تضرر المواطنين الذي تحت سيطرة
في حكم الميليشيات الحوثية من إرهاب ومن تجويع ومن فقر، كيف تنمو القطاع الزراعي في ظل وجود هذه الميليشيات؟ أعتقد أنه مما لا يدع مجال للشك أن الإرهاب الحوثي هو السبب الرئيس والأساس في تدهور هذا القطاع، سواء في مناطق تحت سيطرته أو مناطق التماس نعم. أو ما يترتب عليه حتى في مناطق سيطرة الشرعية. نعم، إذا ما أتينا إلى نقطة أخرى، المهندس الزراعي وليد عبد الملك، حسب المعطيات وحسب الإمكانيات المتاحة الآن، كيف يجب أن يكون القطاع الزراعي في بلادنا اليمن؟ يعني اللحظة الآن مثلا، حسب الإمكانيات وحسب المعطيات. حسب الإمكانيات، نحن من خلال منبر قناة عدن الفضائية نشد على يد مسؤولينا وعلى يد حكومتنا الرشيدة الشرعية المعترف بها ومعترف بها إن هناك لا زال لدينا أكثر من 80% من المساحات التي تحت سيطرة الشرعية، وفيها ويوجد فيها مناطق مأهولة ويعني يستطيع أن تصلح زراعيا. نعم. ينقصنا فقط الإرادة والإدارة، نحن لا ينقصنا والله لا الذي يتعذر يعني أن نحن عرجنا على الانقلاب الحوثي في خلال 7 سنوات، لكن الأشقاء لا يبخلون إذا كان هناك في دراسات جدية للمساهمة وللنهوض في هذا القطاع الزراعي. ونحن نلمس أشقاءنا سواء في المملكة العربية السعودية في التحالف العربي أنهم قلبا وقالبا مع اليمن، لكن لا يوجد هناك بصراحة يعني يكون في شفافية، لا يوجد هناك رؤية واضحة من خلال وزارة الزراعة أو مراكز الأبحاث أو الإرشاد الزراعي حاليا فيما في يعني في أبسط المقومات. يعني لو نعرج على حضرموت مثلا وإنتاج البصل، لو نعرض مثلا على مارب وإنتاج البرتقال واليوسفي، لو نعرج على مناطق الشبو وإنتاج القمح، هل هناك دراسات؟ هل هناك رؤية محددة لهذا؟ لا نجد، والكل سيتعذر بعدم وجود الإمكانية ونحن في حالة حرب. يا أستاذنا الفاضل، المنظمات تأكل المليارات أو تأكل صحيح. المليارات من الدولارات ولا تترفها في وضع. لماذا لا نشجع هذا القطاع ونأخذ من المنظمات صحيح. لماذا نتعذر ونلقي باللوم على الميزانية وعلى الحكومة وعلى الخلل؟ والمفهوم الرئيسي يكون في عدم وجود إدارة وعدم وجود إرادة في هذا القطاع بالذات. المهندس الزراعي وليد عبد الملك، شكرا جزيلا لك وإلى لقاءات أخرى إن شاء الله. مشاهدين الكرام، فاصل ومن ثم نعود.